وعمرو الليثي يقدم حلقة مع نجوم المستقبل، ويستضيف مجموعة من الوجوه الشابة التي أبدعت في أعمال رمضانية مميزة خلال الموسم الرمضاني الماضي. يتحدثون عن تجاربهم والبدايات، وماذا عن الأعمال القادمة؟ محمد حاتم، محمد العمروسي، محمد الدقاق، ثراء جبيل، بسمة ياسر. انتظرونا مع النجوم الشباب في بوضوح غداً 10 مساءً على الحياة.